السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أشرح لكم في هذا الدرس كيفية إخفاء المجلدات بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا هي طريقتين سهلة وبسيطة. الأولى هي أنك تخفي المجلد بالكامل، والطريقة الثانية أنك تخفيه بس بطريقة غير مباشرة. نبدأ بالطريقة الأولى اللي هي إخفاء المجلد كامل. نختار مجلد جديد وراح نضغط على تخصيص ثم تغيير الرمز. راح نختار أيقونة فاضية من هنا ثم موافق تطبيق. طيب عشان نخفي الاسم راح نمسح الاسم ثم نعلق على زر Alt ثم نضغط 0 1 6 0 ثم نضغط Enter. كذا راح يختفي الملف بالكامل زي ما انتم شايفين. طبعا الملف ما هو ملاحظ. الطريقة الثانية، بعض الشباب ممكن يضيع عليهم الملف ما يلقاه. طبعا هذه الطريقة أفضل منها وأحسن. الطريقة الثانية هي أنك تنشئ مجلد جديد، وراح نغير أيقونته إلى أيقونة غير معتادة في المجلدات. مثال بسيط، راح أختار مثلا أيقونة طابعة. تطبيق موافق. راح اغير الاسم المجلد الى HP برينتر. مثال بسيط. طبعا ما حيكون شكل مجلد، لكنه هو بالفعل مجلد. هنطبق الطريقة مرة ثانية. مجلد، تخصيص، تغيير الرمز. مثلا نختار مثلا هذا الرمز، رمز غريب كذا، ونضغط على موافق. راح نغير اسمه الى اسم اي غير معروف كذا، مثلا درايفر دوت اي اكس اي. طبعا هذه المجموعة من المجلدات ما تخطر على البال انها مجلدات، ولكن هي طريقة مبتكرة وطريقة بسيطة وسهلة. اتمنى انكم استفدتوا من الشرح، واتمنى انكم تشتركوا بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.